مساء الخير أهلا لك وسهلا. لمشاهدينك. بصراحة هناك مشكلة كبيرة بالنسبة للمساعدات الإنسانية لسوريا. أولا، العالم في أزمة صحية بسبب كوفيد 19، وهناك ضغط على ميزانيات أغلب الدول، وهناك دعوة من الأمم المتحدة لجمع حوالي 10 مليارات دولار، يعني 5.8 للدول المجاورة و4.2 للداخل السوري. سنرى هذا اليوم كم الدول تعطي للأمم المتحدة، وأيضا هناك القطاع يعني المنظمات غير الحكومية، أيضا شأنها كم هناك رغبة من الدول لإعطاء مشاريع وإعطاء ميزانية لمشاريع أخرى خارج منظومة الأمم المتحدة. كل هذه الأمور مهمة، ولكن مثلا بعض الدول التي كانت تتعهد بمبالغ كبيرة مثل إنجلترا مثلا، بريطانيا، خفضت ميزانيتها بشكل كبير للمساعدات الخارجية على عبور السنين، وأزمة كوفيد قد زادت من هذه التخفيضات. فأتمنى أن تستطيع جمع هذه العشر مليارات، أو على الأقل البلج، أو هو يعني بس الكلمة بالعربي، آسف، يعني الرغبة من عند الدول لدعم الأمم المتحدة. طيب أستاذ شادي، أيضا سيتطرق حول ملف المفقودين والمعتقلين في سوريا، قراءتك لسير هذا الملف؟ بصراحة الوضع في سوريا، يعني الحل في النهاية، وهذا ما يركز عليه كل المجتمعون، هو المسار السياسي. المسار السياسي سيحل الكثير من الأزمات للسوريين كقرار مجلس الأمن 2254. هذا هو الأمر المهم جدا، ومن ضمنه هو موضوع المعتقلين والمغيبين قسرا. تقدم المسار السياسي سيتيح للشعب السوري النهوض من جديد، سيتيح إمكانية فك الأموال التي ستعيد لإعادة الإعمار، ومن دون هذا المسار أشك أنه سيكون هناك تغيير جذري في حال المواطن السوري للأسف، وستكون أغلب المساعدات مثل يعني مساعدات لإبقائه صامدا حتى يأتي هذا الحل السياسي المنتظر. طيب أستاذ شادي، كنت راح عم بسألك، يعني بالنسبة للداخل السوري باعتقادك كيف ستكون آلية إيصال هذه الأموال والمساعدات؟ ولا ننسى أن المعابر يعني محصورة بمعبر واحد. طبعا هذه أمر كتير مهم جدا. المعابر وضع فقط معبر باب الهوى كآلية للكروس بوردر أو عبر الحدود الذي لا يمر عبر الحكومة السورية في دمشق. طبعا هذا كان بعد ضغط روسي، الجانب الروسي يريد إلغاء هذه المعابر إذا أمكنه، ولكن المفاوضات أدت إلى إبقاء على معبر واحد وهو معبر باب الهوى. هذه مشكلة كبيرة، فمثلا المعابر مثلا لمنطقة شرق الفرات لا يوجد أي معبر، كان هناك معبر لعروبية ولكنه أغلق لمساعدات الأمم المتحدة، والآن فقط تعبر المساعدات عن طريق فيشخابور الذي يعتبر يستخدم فقط من منظمات غير الحكومية، ولكن الأمم المتحدة لا تستطيع إيصال مساعدات إلى هذه المناطق مباشرة، يجب أن تبان عبر دمشق. وحتى مناطق غرب الفرات، خفضه إلى معبر واحد هو باب الهوى وإلغاء معبر باب السلامة أدى أيضا إلى تفاقم الأزمة في المنطقة. فهناك أزمات متعددة في منطقة غرب وشرق الفرات، بالإضافة إلى الوضع المتردي أصلا في منطقة سيطرة الحكومة السورية بسبب أزمات الاقتصادية المتعددة التي تمر فيها. نعم، شكرا لك على هذا التوضيح. ضيفي من نيويورك أستاذ شادي مارتيني، المدير التنفيذي لمنظمة تحالف الأديان اللاجئين السوريين، شكرا لك.